ابتدي انت. انت هتروحي؟ الو، ما تروحيش، بس كله بيقول لي اروح، بتقول لك هروح، انت بتقولي هروح؟ لا الو، اللي جاي 20 يخسر. ماشي، واحد اتنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20. انا خسرت. واو. انا غبي يا مرو. مروة شطرة، مروة شطرة، مروة شطرة. انا غبي. مروة شاطرة وكسبت. خلاص انا مش بوصل، اعمل اللي انت عايزاه براحتك، انا مش هوصل. لما خلاص قولي لي. خلاص تعالى اوريك الفيلو. بص الفيلو بتاعي ده، فيلو ده جالي هدية. بص الفيلو، بص الفيلو هو بينور، شايفها الفيلو؟ استنى اقفلك النور. او شايفها الفيلو بينور ازاي؟ بس بس الفيلو اهو، شايفاه؟ فيلو، 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 فيلو. شفت انا عملت ايه؟ امي فرحانه بيا قوي، انا كسرت الدواء. امي هتعمل مني بسطرمه. لا اعمل ايه؟ والله متخيل ايه؟ ايه؟ لا 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 ايه؟ لا 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 احكي لك قصه. طيب احكي لك قصه، احكي لك قصه، احكي لك قصه، لا لا احكي لك قصه. لا 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 كم عمري؟ يا لهوي، حد مروه عايز تعرف يا مروه. مش هينفع اقول لك يا مروه عشان امي قالت لي ما تقولش المروه سنك كام وما تشربش من زمزميه حد. هي قالت لي كده. لا بص انا معلقهم ازاي من ايده. لا بص لا علقه لك من رجله. لا 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 دواء ايه؟ لا لا كم عمري؟ كم عمري؟ انا لسه بدري يا مرو. انا انت عايزاني كم سنه؟ اديني كم سنه؟ اثنين اي رقم هتقوليه اقول صح. كام؟ اثنين ها؟ اثنين. اثنين لا اثنين 12، لا 20، اثنين 20. صح يا مروه، برافو عليك. صح، براحتك، انا مش هبص خالص. لما تخلصي قولي. لا لا لا، خلاص براحتك، لا ما ينفعش. لما تخلصي نبص. خلاص، او ايه العوض ده؟ القمر ده. ها، 20. اه ما انا فهمت. بتحبي ايه يا مروه؟ احكي لنا بتحبي ايه؟ ايوه كده شغلني يا اسطى، قول لي اسئله اقولها لك. ها، بتحبي ايه؟
بتحبي ايه؟ بتحبي تاكلي ايه؟ هب أبروس ايه؟ لا وايه تاني؟ لا طيب ماشي. أبو أبو حبك انت تحبيني؟ لا لا ما طلعتش بتحبني يا اسطى. امال ايه يا مروه؟ حب 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 واحد بان أمه بتحب الرز؟ اه وين عارفه الاهرامات؟ الرز وبس. ماشي. عارفه الاهرامات؟ اه الهرم، هرم. طب بتحب الفراخ؟ لا انا قاعد معاك، مش هزهق. براحتك، قولي براحتك. انت بتحب الفراخ؟ بتعرفي تعزفي سي في؟ محمد بيقول لك ان انت بتعرفي تعزفي سي في. بتحبي واحد تاني؟ استنى 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 يا أميرة، بتقول لك انت بتحبي واحد تاني، بتحبي واحد تاني؟ اسمه ايه؟ لا ما 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 ينفعش نقول اسمه. ما ينفعش. ما ينفعش. خلاص. ماشي. طب عايزة تقولي له ايه؟ بحبه يا لهوي يا روحي. بتحبيها قد ايه طيب؟ بتحبيها قد ايه؟ حبيبي طب هو ليلى بيحبك؟ بيحبك قوي كده؟ اه هو بيحبك زي ما انت بتحبيه؟ هتتجوزه؟ هتتجوزه في امتى النهارده؟ واو امتى؟ طب عايزه تتكلمي واو ولاد ولا بنات؟ بتحبي الولاد ولا البنات؟ عبد عايزه بنت؟ عبدنا ايه؟ عبدنا ايه الالوان اللي بتحبيها طيب؟ أحمر أبيض أبيض ثالث حب أبيض طيب حب ماشي أخضر ماشي. بتحب حتى اللون احمر بيه مويس. ايه؟ ايه القمر؟ القمر ده؟ لا لا، عشان ما نشوفش. اتنين. تمام عايزة تخلف اتنين؟ هتمشي؟ اخو طيب تصبح على خير. باي باي. انا بحبك. بحبك زي اختي يعني، بحبك. هو يحبك وانا احبك معاه. ماشي. باي باي. باي. صباح الخير. شكرا ان انتوا استحملتوا. كنت مبسوط ان لايف ما قلش. كنت هزعل اوي لو قال عن 1000. ليه؟ مش عايزك وقت ما اقرا. والله شكرا يا ساره من قلبي، شكرا جدا. انا عايز بس اقول كلمه لل1000 اللي حضروا معايا اللايف من بدايته لنهايته. شكرا، شكرا من قلبي. شكرا انت ما نزلتش وسبتني ومشيت، وقعدت بس ساعه الضحك والهزار ومشيت ساعه ما كنت بتكلم بجد. شكرا انت قاعد ومكمل، ما سبتنيش في وقت معين وما جيتش في وقت معين. هو ده اللي انا كنت دايما بقوله، هو ده دايما اللي بحكيه من البدايه. العدد ده يا باشا في الليمون، العدد ده روح اعمله انت. انا ما بعملش عدد. انا الناس تقول لك 400 الف مبروك، ماشي شكرا. ها وبعدين؟ كبر دماغك، كبر دماغك. كتر الناس مش مهمه، والله العظيم ده اقسم بالله كتر الناس ما مهمه. كتر الناس ده اعمله انت. شوف كده لما حد
بيتخانق معايا على الفيس، على التيك توك ولا على الفيس، الناس بتعمل فيه ايه؟ اقسم بالله لا برد ولا بتنيل، مش عشان ان انا حلو، لا انا عايز اقول لك مش بعددهم والله العظيم ثلاثة ما بعددهم، اللايف فيه 5000 4000 بيشتموني، هعمل بيهم ايه؟ انت هنا كل فين وفين ما بتلاقي حد بيشتمك، وعشان كده انت مش مهتم، ما تهتمش بالعدد، اهتم بشخص، بواحد تكلمه فاهمك، بواحد تشتمه فاهمك، فاهم انت بتشتم بتقول ايه؟ قولا واحدا، شكرا شكرا ان انتوا موجودين، وانا قلتها في اللايف، قلت ان انت العوض، اقسم بالله اقسم بالله انت العوض. الاعداد دي ارقام انا مش مهتم بيها، ب 100 زي 200 زي 300، انا بالعكس، انا جالي وقت في فيديو معين عملته كنت بمسح للناس، جالي 10000 بلوك فولورز في يوم، مسحتهم العشرة 10000، حتى في ناس لاحظت قالت لك كده انت كنت 300 300000 رجعت ل 297 ازاي؟ انا ماسح مش بعدده الاعداد دي يا باشا، روح انت، روح انت كامل المليون، ربنا يوفقك، روح انت كامل 5 مليون، الحق الحق الحق، يلا اجري في السباق ده بسرعة، يلا يلا يلا، روح انت اجري، انا مش هروح اجري. لو سمحت لو سمحت، اخر حاجة نفسي اقولها لك، اهتم بنفسك، اهتم بانسانيتك، سيبك من الارقام، سيبك من الفلوس، سيبك من الناس، كلهم يا صاحبي كلهم موجودين دلوقتي، مين اللي فاهمك ده المهم، تكون مع ناس بتفهمك افيد بكتير قوي من انا كل كلمه اجي اقولها لك اقعد افسر واعتذر واحسس، واصل خايف لو اقول كلمه ما يفهموهاش، اصل خايف اهزر في هزار ما يفهموش، ده ملوش لازمه، ده ملوش لازمه، اللي ليه لازمه اللي منك يالا كده، اللي تيجي قدامك كده تهين اهله، هو فاهم انت بتقول ايه، هو فاهم انت بتحكي في ايه، فاهم انت لا بتتاجر ولا بتمسخر ولا بتلم لايكات على قفاه ولا بتلم فولوهات ولا بتلم، اهتم بس بالكلمتين دول، انا طولت عليك قوي 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 النهارده، حقك عليا، تصبح على خير يا اسطى، ولو عشنا بكره هنلعب درامز تاني، انا بحبك يا اسطى والله، اقسم بالله انا بحبك ومتشكر ان انا طلعت بيك من السنه دي، واللي بيقول لي 2020 كانت وحشه والناس كلها مش عارفين، انا طلعت بيكو والله العظيم، تلاته طلعت بيكو، طلعت من بني ادمين فاهمين اللي انا بقوله، بس فاهمين اللي انا بقوله. كان في كتاب كده بيقول لك انت لازم تعبر كل شويه كل شويه عن اللي بتحبه، ان انت بتحب، انا بحبك، افضل اقول لك انا بحبك، كل فيديو اطلع اقول لك انا بحبك، كل لايف اطلع اقول لك انا بحبك، يا عم شكرا شكرا انت موجود في حياتي، شكرا انت معايا على الانستجرام وعلى الفيس وعلى اليوتيوب، يا راجل انا في ناس على اليوتيوب، انا اللي بنزل فيديوهات على اليوتيوب، ولا بعمل، بقالي فتره موقف لان انا بعمل محتوى على اليوتيوب معين نفسي بحت، مع انه هو ده اللي بيجيب فلوس، المفروض انا بقعد اقول والنبي خش لي اليوتيوب والجو الاهبل ده، المهم ان انا ما بدخلوش، في ناس على اليوتيوب عندي 10000، ولا قلت لحد تعالى، ولا قلت على انستجرام عندي 36000، ولا قلت لحد تعالى ولا نيلة، سيبك كده عوض، شكرا ان انت موجود في حياتي، احنا نطبل على بعض كده وحنينين على بعض، سيبك من الاعداد، بس ده انا عايز اقوله، شكرا يا ابن قلبي، وانا بحبك فعلا من قلبي، و العوض مش فلوس والله، والله انا خسرت فلوس كتير قوي، كسبت فلوس اكتر ولسه هكسب ولسه هخسر، متخافش انا هاخدك معايا في اي داهيه، واي حاجه توصل لها اوصل لها هوصلك فيها، افتكر كلامي كويس، افتكر اللي انا بقوله لك، تصبح على خير، شكرا، باي باي. طب انا مش عايز اقفل في وش الناس عشان الناس بتزعل، يا ساره خلاص، يا ساره الجنينه اللي انت بتعمليها دي يا وليه كتير قوي عليا، ده كتير قوي يا وليه، يخرب بيتك. شكرا يا سارة، شكرا، صباح على خير، باي باي، في رعاية الله. استنى مش عارف هو اللايف بيتقفل منين، من هنا، انا اسف نسيت والله، هاك عليا معلش.